الدولار في السوق السوداء عايش حلاوة روح، وكلها كام يوم ونهايته هتيجي. ليش بنقول هيك؟ وشو اللي صار في السوق الموازية؟ وشو المفاجأة اللي رجع بيها الوفد المصري من برا؟ وشو اللي صار مع الصندوق؟ وشو حكاية التعديلات في قانون العقوبات؟ وهل صحيح بتوصل لإعدام؟ شوف الفيديو للآخر، في مفاجآت من العيار الثقيل. عارفين كلنا انه ازمة الدولار في مصر سببها السوق السوداء، واللي بتضارب بالسعر ووصلته ل 55 جنيه في وقت من الاوقات، الفرق حوالي 25 جنيه عن السعر الرسمي. وتجار العملة استغلوا نقص الدولار بعد احداث روسيا وحاجة البلد للعملة الصعبة عشان الاستيراد وسداد الديون، واشتغلوا يلموا العملة من كل الناس ومن العاملين في السياحة والمغتربين واصحاب الشركات. ودخل على الخط تجار الذهب، وبقت شبكة كبيرة جداً تتحكم في السوق الغير مشروعة. ولما الأزمة زادت ظهرت أطراف خفية دولية في المضاربة عشان توقع البلد، وهذا معروف ومرصود. نرجع لموضوعنا، البنك المركزي والحكومة صبروا كتير على اللي بيصير في السوق السوداء، رغم جرعات كتير اتخذت عشان تحجم مافيا العملة، لكن ظلت تستغل الأخبار السلبية وتروج الإشاعات عن التعويم وزيادة الأسعار وتجميد التمويل الدولي عشان تضمن إنها تعيش أكتر وقت ممكن. لكن خلاص، نهاية الدولار بدأت مشاييرها بأخبار حلوة جابها وفد التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي، واللي رجع مصر في الساعات اللي عدت. وأول المفاجآت انتهاء المفاوضات على قرض جديد بيتراوح بين 4.5 و6 مليار دولار. والمفاجأة الأهم وحسب المعلومات إنه القرض مش هيكون مرتبط بشرط تحرير سعر الجنيه أو التعويم، والاتفاق كان على تأجيل خطوة التعويم خاصة بعد استعداد مصر لتلقي استثمارات ضخمة من الخليج أوليفريكس، واللي انضمت إله في أول يناير الحالي. وكمان بعد إعلان الحكومة لوثيقة الفترة الرئاسية الجديدة واستهدافها توفير 300 مليار دولار كل سنة، وهذا معناه هيكون في فائدة كتير جدا في الدولار. وبكفي إنه نعرف إنه الفجوة الدولارية، وهي الفرق بين المعروض والمطلوب من الدولار، خلت السوق السوداء تضطر ما تزيدش عن 17 مليار دولار. ولو عرفنا إنه مصر بتجمع حاليا تقريبا 100 مليار دولار، بس هنعرف مصير العملة الأمريكية بعد توفير 300 مليار دولار. المعلومات اللي عنا بتقول إنه في إجراءات تانية كتير المركز والحكومة ناويين عليها الفترة الجاية، ومن بينها تشديد العقوبة على الإتجار في النقد الأجنبي، واللي ممكن توصل للإعدام والمؤبد ومصادرة كل الأموال والممتلكات لتاجر العملة بعد ثبوت التهمة عليها. من بين الإجراءات اللي هيعتمدها المركزي خلاص هي مؤشر الجنيه، واللي بيقيس قوة الجنيه قدام العملات الرئيسية بكل شفافية، وهتدي فرصة للجنيه يرجع ياخد وضعه القديم، خاصة إنه مؤسسات مالية دولية قالت إنه الجنيه مقاوم بسعر غير عادل وقيمته أكبر من هيك بكتير قدام العملات الأجنبية وخاصة الدولار. كل هذا غير إجراءات تانية زي ترشيد الاستيراد. وبكفي كمان أقول لحضرتك إنه الدولة وفرت 8 مليار دولار في شهر واحد خلال 2023 من الواردات بعد اعتماد البديل المحلي وتوطين الصناعة وزيادة ثقافة المصريين، ولسه الفاتورة هتنزل أكتر بعد توسيع عمليات توطين الصناعات. كمان بنذكركم بملف مبادلة الديون وتحويل نصها تقريبا لاستثمارات في البلد. كل هذا بيقول ان السوق السوداء بتستعد عشان تطلع شهادات وفاتها قريب جدا. كانت معكم هلا البشيتي من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.